السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الحلوين، أهلا وسهلا بكم في درس جديد بعنوان من أنا؟ أنا أضخم الحيوانات، أعيش في الغابة، آكل العشب، أحب الصغار والكبار، ألعب مع الأطفال، رأسي كبير، ذيلي قصير، هل عرفتم من أنا؟ شكرا لكم أصدقائي الحلوين، واستنوني الحلقة اللي جاية ودرس جديد ومعلومة جديدة ونفهم نتعلم ببساطة.